الانفورميشن او التحول الوراثي. التحول الوراثي هنا هو نوع من انواع اكتساب الخلايا البكتيريه للدي ان اي الخارجي. طبعا هنا الاليه مختلفه عن بعض اليات اكتساب الدي ان اي بالنسبه للخلايا البكتيريه. خلوا بالكم اكو واجب ان شاء الله راح يعني انطيكم اياه حتى الإجابة تكون بعد المختبر، يعني إذا تريدون أنتم تجاوبون رأساً أو أنه يعني نهاية اليوم تنزلون الإجابات على الصف. نجي على البكتيريا ترانسفورميشن، هو عبارة عن آلية تقدر الخلايا البكتيرية من خلالها اكتساب قطع الـ DNA الغريبة اللي تقدم للخلية البكتيرية. طبعاً هنا العملية قد تكون بشكل طبيعي، يعني تحدث للخلايا البكتيرية بالطبيعة، وتصادف في بعض الأحيان وجود دي ان اي من بكتيريا مثلا متحللة أخرى أو لفاج معين موجود بالطبيعة، فتكتسب أو تستلم هذه القطعة وتدخلها إلى داخل الخلية، وممكن أنه ترتبط مع جينوم أو كروموسوم الخلية البكتيرية. طبعا بعد ما تقوم ببعض المعاملات لهذه القطعة، هنا الترانسفورميشن اللي نقصده بالذات للبلازمد اللي يكون هو محط انتباه او اهتمام للعلماء، خاصه بالنسبه لدراسات الكلونه باعتباره ويعتبر الفيكتور الاساسي بعمليات الكلونه. هنا يعني تحديد الخلايا البكتيريه بهالحاله على انها قابله لاكتساب مثل هذه القطع او لا، طبعا هنا أنا ممكن انه يتم تحديدها بطريقتين. قد تكون انه هذه الخلايا هي لها القابليه بشكل طبيعي على اكتساب هذه القطع، او انه يتم حثها بشكل اصطناعي. هنا البلازميدات اللي مستخدمه قد تكون ايضا مو شرط بلازميدات لها القابليه على التضاعف داخل الخلايا البكتيريه، لكن في بعض الاحيان الصور انتم اخذتوا الفيكتورز، في بعض الاحيان تكون لها القابليه على مضاعفه الجين المحمول. قلنا الفيكتور هو يقوم بحمل الجين المرغوب وايصاله الى الخليه المضيف حتى يتضاعف البلازميد داخل الخليه المضيف ونحصل على نسخ عديدة من هذا الجين. فبالتالي مضاعفة هذا الجين وأيضا قابليته على التعبير عن نفسه وإنتاج ناتج، مو بس أنه نكثر الجين، هنا العملية أنه يضيفون origin of replication للفيكتور يمكنه من التضاعف داخل الماميليان سيل، وبنفس الوقت يعبر عن نفسه الجين داخل هذه الخلايا البكتيرية. فهنا ممكن انه يزيدون من عدد النسخ داخل الخلايا البكتيرية ويكتشفون وجود البلازميد ايضا عن طريق احتوائه للسلكتبل ماركر اللي هو هنا عندنا الانتيبايوتيك ريزيستنس على الاغلب. فبهالحالة يكشفون عن نجاح عملية ترانسفورميشن من عدمها، بمعنى أن الخلايا البكتيرية إذا استلمت البلازميد بعملية الترانسفورميشن وتمت العملية بتعبير الجين عن نفسه، وأيضا طبعا هذا الجين قد يكون هو تابع لليوكاريوت، فبهالحالة ممكن أنه يعني يربطوه بالفكتر، لكن هنا لازم تكون إلى القابلية على أنه يضاعف هذا الجين، وايضا الجين ممكن انه يعبر عن نفسه، وايضا انه البلازميد له القابليه على اعطاء صفه معينه عند دخوله للخليه، يعني معلم بصفه معينه تظهر على الخلايا البكتيريه وهي هنا مقاومه المضادات الحيويه. قام العلماء طبعا هنا بهالحاله راح يحاولون قدر الامكان انه يقارنون ما بين الطريقه الطبيعيه للترانسفورميشن والطريقه الصناعيه، بمعنى انه يحاولون قدر الامكان يقللون من الموديفيكيشنز اللي قد تحدث على قطعه الدي ان اي اللي ممكن تستلمها الخليه البكتيريه، لانه في حاله الترانسفورميشن الطبيعيه الخلايا البكتيريه تقوم ببعض التحويرات قطع و
فتح للأشرطة قبل ما تكتسب هذا الدي ان اي او انه تعامله داخل سيتوبلازمها. هنا قاموا ببعض التحويرات للخلايا اللي تعتبر مستلمة بهذه الحالة بحيث ما تقوم بأي تغيير على قطعة الدي ان اي او على الفيكتور المستلم، فبالتالي تستلمه مثل ما هو بدون اي تغيير حتى نحافظ قدر الامكان على وضع الفيكتور، وبالتالي يتضاعف داخل الخلية بدون اي تأثيرات او بدون اي اضرار قد تصيب الدي ان اي لهذا الفيكتور او للجين المحمول عليه. فقلنا بعض الخلايا هنا ممكن ان تكون طبيعية، بمعنى انه هنا يعني اذا نشوف الملاحظات الجوة نقول انه بعض الخلايا ممكن ان تكون طبيعية فإلها القابلية على اكتساب الدي ان اي من البيئة، فتسمى بالcompetent cell او الخلايا الكفوءة. ممكن نسميها natural competence باعتبار انه هي بالحالة الطبيعية هي إلها القابلية على اكتساب هذا الدي ان اي او اخذ هذا الدي ان اي، مثال عليها الباسيلاس، ستريبتوكوكس، هيموفيلاس والنايسيريا، هذه بدون اي معاملات. لكن تنميتها شوية تكون صعبة او معقدة او تكون نحسة بالتنمية. لكن قام العلماء ببعض المعاملات اللي هنا مذكورة، يقول إنه بعض المعاملات اللي ممكن يعني تزيد من كفاءة الترانسفورميشن بالنسبة للبكتيريا اللي هي بالطبيعة غير كفوءة، فبالتالي حثوها للقيام بهذه العملية من خلال طرق إما تكون كيميائية أو كهربائية، يعني كيميائية أو فيزيائية، حتى تحولها إلى competent cell لكن تكون artificial اصطناعية. زين، مثال على الـ artificially competent cell عندنا الـ E. coli اللي هي مستخدمة بالمختبرات. مثل ما تلاحظون هنا أنا تركيب البلازميد، إذا تشوفون إنه البلازميد يعني اللي هو إحنا هنا نعتبره كفيكتور، أول شيء كتركيب هو الجينات اللي خاصة بالبلازميد اللي هي الأصلية، بالإضافة للأنتيبيوتيك ريزيستنت جين اللي هنا نعتبره سيلكتبل ماركر اللي عن طريقه نكشف عن وجود البلازميد، بالإضافة إلى الإنسيرت اللي هو الجين المطلوب والأوريجين أوف ريبليكيشن اللي مكنه من التضاعف داخل الخلية المضيف. عملية دخول البلازميد بهالحالة إلى الخلية المضيفة هنا بعملية الكلونة راح تكون بواسطة الترانسفورميشن. بعد ما طبعا نحضنها لفترة، لأنه احنا هنا عملية الترانسفورميشن راح تتم بحث إما بالحرارة أو بالتثقيب الكهربائي، فهذه كلها تعتبر ستريس، فراح تمر الخلية البكتيرية ب فترة حضانة بوسط للتنشيط، وبعدها تزرع على أطباق، هذه الأطباق تحوي على الانتيبيوتيك. هنا أنا كاتب بليت سيل اون البي اللي هي لوريا بروث أو لوريا بيريت أجار وذ انتيبيوتيك. هنا الانتيبيوتيك هو نفس الانتيبيوتيك اللي البلازميد يحمل جين مقاومته، حتى نعرف هذه الخلايا اذا ظهرت معناها اكتسبت البلازميد، واذا ما ظهرت هذه المستعمرات فبهالحاله الترانسفورميشن فشل ويجب اعاده التجربه. زين، هنا الطرق اللي ذكرناها ممكن ان تكون يعني اما بالحراره حتى نحث بها الخليه او نحث بها عمليه الترانسفورميشن او بالتثقيب الكهربائي. هي يعني هنا راح تكون هي بالطرق الفيزيائيه، احيانا يستخدمون طرق كيميائيه وهي CaCl2 اللي هو كلوريد الكالسيوم البارد، هذه الطريقه الكيميائيه. الحث هنا يعني بصورة عامة أو القاعدة الأساسية اللي يعتمدون عليها هي خلخلة الجدار، إنه عملية الاكتساب تحتاج لوجود فتحات أو holes في جدار الخلية حتى تتمكن من اكتساب الـ DNA أو حتى يتمكن الـ DNA من دخول الخلية عن طريق هذه الثقوب.
الخلايا الكومبتنت الطبيعيه هنا لها ريسبترز، يعني الاليه تقريبا تختلف انه لها ريسبتر، هذه الريسبترات تختار دي ان اي معين ترتبط به وتبدي تسحبه وتدخله بعد ما تقوم بعده معاملات الى داخل السيتوبلازم، وايضا بعد ما يدخل ايضا هم يتعرض الى معاملات لحين وصوله الى الكروموسوم. نجي على الطريقه القياسيه للترانسفورميشن بصدمه الحراريه. هنا طبعا البكتيريا ايش قايلين؟ قايلين كيميكالي كومبتنت بكتيريا، يعني هي اصطناعيه وليست طبيعيه. الكيميكالي عمليه الحث وجعلها هي كومبتنت قلنا باستخدام السي اي سي ال 2 كلوريد الكالسيوم البارد، فيحضنوها لفترة معينة بهذا المحلول الملحي بتراكيز معينة حتى يتخلخل الجدار وتصبح مهيئة لاكتساب الـ DNA. هنا الخلايا هذه تكون يعني الخطوة الأولى هي يعني محضرة مسبقاً ومخزونة بدرجة سالب 80، وطبعاً الستوكات هنا راح تكون فقط جاهزة للاستخدام بعد ما تتم إذابتها تقريبا مدة 20 إلى 30 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة. أيضا إحنا محضرين الأطباق اللي في نهاية التجربة يتم زرع الخلايا عليها مثل ما ذكرنا بعد إتمام تجربة الترانسفورميشن. طبعا إحنا نقول إتمام تجربة الترانسفورميشن لأنه إحنا ما نعرف يا ترى نجحت العملية أو لا إلا بعد نمو الخلايا وظهور المستعمرات على الأوساط الزرعية الحاوية على الأنتيبايوتيك. هنا طبعاً الأطباق أحياناً إحنا نكون محضريها قبل يوم، فأكيد موضوع بالثلاجة، فيتم إخراجها من الثلاجة بالروم تيمبريتشر، ويفضل أنه توضع بالحاضنة درجة 37 حتى تجف الأطباق، أو حتى إذا أكو contamination طبعاً بنخلص التجربة، إذا أكو contamination همين ممكن يظهر ونتخلص من عندها قبل ما نستعملها. نجي هسا على الخطوات الرئيسية بالتجربة. عندنا هنا محلولين أو يعني مكونين أساسيين للتجربة. أول شيء هو DNA اللي هو هنا راح يمثل طبعاً هنا قد يكون قطعة DNA معينة أنا محددتها أو هو الفيكتر نفسه، فراح أخذ طبعاً بتركيز معين، فراح أخذ 1 إلى 5 مايكرومل مايكرو يعني ليتر من DNA اللي هو بتركيز، طبعاً إحنا نكون على دراية بتراكيز DNA المستخدمة بكل خطوة. يعني الطريقة اللي نقيس بها التراكيز هي باستخدام النانودروب للعينات اللي موجودة عندنا وتكون موثقة أو مسجلة حتى نعرف الكمية أو الحجم اللي نقدر نستخدمه بأي تجربة يعني مطلوب القيام بها. فهنا أنا التركيزة راح يعادل 10 ميكروغرام أو قد يصل إلى 100 نانوغرام حسب التجربة المطلوبة. فهنا نأخذ 5 مثلاً مايكروليتر من الـ DNA، يعني طبعاً يكون هو محلول مائي، نضيفه إلى ما بين 20 إلى 50 مايكروليتر من البروث اللي يحاوي على الكومبتنت سيل. يعني قلنا المزارع اللي أخذناها هي بالأساس هي مزارع سائلة، يعني أكيد إحنا ما راح نجمد يعني مزارع صلبة، فبالتالي راح تكون بشكل سائل. مثلاً نقول نأخذ 20 مايكروليتر من المزرعة الحاوية على الكومبتنت سيل، نضيف لها 5 مايكروليتر من المحلول الـ DNA، راح يصير المجموع كله 25. بمايكروفيوج أو فالكون تيوب، هذه التيوبات اللي ممكن إنه نستخدمها، طبعاً هي بلاستيكية، نستخدمها بالمايكروفيوج اللي هي يعني تشبه الأبيندروف تيوب إذا شايفيها. يتم
خلطها ب يعني برفق من خلال تحريك التيوب بشكل عمودي عدة مرات. ملاحظة هنا طبعا بالنسبة للترانسفورميشن، انه يقولون اكو مقارنة، اذا اخذنا قطعة دي ان اي يعني وحدها راح تكون كفاءة الترانسفورميشن اعلى، يعني بعشر مرات مما لو اخذنا فيكتورز، يعني خاصة اذا اخذنا فد يعني بلازميد معين وقمنا بالكنترول البوزيتيف. البلازميد طبعا هنا المستخدم يجب ان يكون معلوم، ونقوم بعملية الترانسفورميشن، يعني بمعنى انه اذا كان الفيكتور هو اللي مستهدف بعملية الترانسفورميشن، في الكفاءة راح تقل تقريبا 10 مرات مما لو كانت هي قطعة دي ان اي واحدة، على اعتبار انه حجم الفيكتور بهالحالة راح يكون كبير، فالتجربة راح تكون او عملية الترانسفورميشن راح تكون اصعب. زين، هنا الطريقة اللي راح يعني نتعامل بها معها هي انه نقوم بحضن المزيج اللي قلنا الدي ان اي مع الخلايا الكفوئة بالثلج لمدة 20 الى 30 دقيقة حتى نحضر او نجهز الخلايا للصدمة الحرارية بالخطوة اللي بعدها اللي هي يعني غمر التيوبات، لأنه احنا ممكن ان نسوي اكثر من مكرر من هذه التيوبات، غمر نص التيوب او ثلثين التيوب بووتر باث درجة حرارته 42 درجة المدة 90 ثانية، يعني دقيقة ونص تقريبا. بعدها نرفع هذه التيوبات ونرجعها بالثلج مدة دقيقة إلى دقيقتين. هنا العملية بما أنه الخلايا كانت أصلا يعني بحمام ثلجي، يعني كانت درجة حرارتها منخفضة، ورجعنا حولناها بحمام مائي بدرجة حرارة مرتفعة نسبيا، فهنا عملية الصدمة الكهربائية راح العفو الحراري راح تؤدي إلى خلخلة بالجدران وبالتالي إحداث ثقوب. لكن إذا تلاحظون الفترة الزمنية جدا قليلة، وبعدها رجعنا يعني الخطوة الحمام الثلجي، حتى أولا هنا فقط سمحنا بخلخلة الجدران بالنسبة للحرارة العالية حتى تدخل جزيئات الدي ان اي الموجودة بالمزيج، وبنفس الوقت رجعناها بالثلج حتى ترجع الجدران إلى حالتها الطبيعية، وما ممكن أنه تبقى مفتوحة وبالتالي احتمال ترجع تخرج هذه القطع، وأيضا نحافظ على الخلايا وعلى الدي ان اي من الدي ناتشوريشن في حال استمرار تعرضها للحرارة المرتفعة. زين، هسه هذه كلها تعتبر التغيرات بدرجات الحرارة تعتبر ستريس للخلايا البكتيرية، فبالتالي راح أضطر أنه أتعامل وياها على أنها خلايا متعبة أو مجهدة، فبالتالي راح أخليها ب ميديا يعني بدون أي أنتيبايوتيك بروث اللي هو الـ SOC بروث أو اللوريا بروث ما يعادل 800 مايكروليتر من هذا الوسط اللي هو طبعا اكيد بدون انتيبايوتيك، لان قلنا احنا هي اصلا متعرضه لستريس الحراره فما نريد نعرضها لستريس الانتيبايوتيك، فقط لتنشيطها واعاده استقرارها. نخليها بشيكر انكيوبيتر بدرجه 37 لمده 45 دقيقه الى ساعه. هنا فقط حتى نجهز الخلايا للنمو على الوسط الزرعي الصلب، لانه عند تعرضها لهذا الستريس الحراري ورأسا نجي ننميها على الوسط الزرع الصلب احتمال انه ما تنمو، باعتبار انه الوسط الزرع الصلب ما يوفر المواد الغذائية او ما يوفر البيئة المناسبة لإعادة اكتساب نشاطها مثل ما يوفر الوسط الزرعي السائل خاصة التهوية. زين، بعدها
يعني ما يعني بعد ما قمنا بتنشيط الخلايا نقوم بزراعتها على اللوريا برو، اللوريا اجار او اللوريا بيريت اجار، اللي هو يحتوي هنا هسه على الانتيبايوتيك. قلنا الانتيبايوتيك اللي موجود بالوسط يعتمد على السلكتبل ماركر اللي موجود ب البلازميد، يعني اذا كان البلازميد يحوي على مقاومه الامبيسيلين فبالتالي نضع الامبيسيلين بالوسط حتى نلاحظ نشوف الخلايا او المستعمرات حتظهر او لا. اذا ظهرت المستعمرات معناها انه هذه الخلايا، طبعا بالمناسبه يجب ان تكون الخلايا يعني اللي احنا يعني حضرناها او جهزناها لعمليه الترانسفورميشن هي بالاساس حساسه لهذا المضاد. يعني شو وقت نعرفها انه هي يعني اكتسبت هذه المقاومه؟ فقط عند اكتسابها لهذا البلازميد اللي هو اصلا دخل بتجربه الترانسفورميشن او بعمليه الترانسفورميشن، فبالتالي نستدل على نجاح العمليه. اما اذا هي كانت اصلا مقاومه فبهالحاله ما راح نستفاد منها ولا يمكن استخدامها اساسا. زين، يتم حضن الخلايا لمده 24 ساعه ب 37 درجه، وبعدها يتم عد المستعمرات. هنا لتحديد فعاليه الترانسفورميشن، يعني عدد الخلايا اللي اكتسبت هذه قطع الدي ان اي، هنا نضيف تيوب للتيوبات اللي احنا استخدمناها، هو البوزيتيف كنترول ترانسفورميشن. البوزيتيف كنترول هنا نستخدم 1 نانوغرام من الكنترول بلازميد اللي هو البي يو سي 19، ونمشي عليه نفس الـ يعني الخطوات. طبعا هنا بهالحاله انه هذا الكنترول راح تكون عندنا كستاندرد او كنقطه اساسيه ممكن انه نقارن بها فعاليه الترانسفورميشن. يعني الخلايا هنا ممكن تكتسب البلازميد بشكل طبيعي، فبالتالي ممكن انه طبعا البلازميد هنا يحوي ايضا على جين المقاومه، ونشوف الخلايا اللي يعني ظهرت عندنا بالزرع. فالنسبة هنا اللي راح نستخدمها هي تركيز 1 نانوغرام للكنترول بلازميد. فالمعادلة اللي نطبقها هي عدد الكولونيز على الوسط، احنا قلنا زرعناها على وسط اللوريا بروث الحاوي على الانتيبايوتيك بالنسبة للخلايا الاعتيادية اللي احنا استخدمناها بعملية الترانسفورميشن والمجهزة قلنا مسبقا. راح نعد عدد المستعمرات، طبعا يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن المستعمرات تكون متشابهة ومنفصلة حتى يمكن عدها على كمية الدي ان اي اللي موجودة، طبعا اللي هي بالكنترول البوزيتيف للبي يو سي اللي هي الواحد نانوغرام في 1000 حتى تطلع لنا النسبة اللي هي طبعا هنا من راح نضربها في 1000 حتى تكون النتيجة عندنا بالمايكروغرام. النسبة اللي حتظهر لنا هي كفاءة الترانسفورميشن بالنسبة لهذه التجربة. طبعا هنا عملية الزرع لها فد نقاط معينة يجب انه ناخذها بنظر الاعتبار، ايضا انه الحجم اللي ناخذه من وسط التنشيط، احنا مو قلنا ضفنا وسط تنشيط لهذه الخلايا، يجب ما يزيد عن 50 مايكروليتر على كل بليت. يعني اذا انا اريد ازرع اكثر من بليت فاضيف فقط 50 مايكروليتر حتى اتمكن بطريقه الستريكينج من نشر القطره، وبالتالي احصل على سنجل كولونيز قدر الامكان، واقدر انه احصل على الخلايا. مثلا اقدر اخذ واحده من المستعمرات واكمل عليها التجربه، او انه اقدر اعد المستعمرات بشكل واضح وسهل. زين، ملاحظة ثانية انه اذا كانت الكلتشر جدا يعني حجمها جدا كبير، يعني احيانا يضيفوا لها مثلا وسط للتنشيط جدا يعني حجمه كبير، فمن الممكن انه اسوي سنترفيوج، اقوم بعملية السنترفيوج او الطرد المركزي لهذه المزرعة، وبالتالي ارسب الخلايا واعيد
يعني تعليقها أو أعيد إذابتها بحجم أصغر من اللوريات بروث حتى أحصل على يعني مزارع جدا صغيرة الحجم أقدر أتعامل وياها، وبهالحالة ما راح تكون الخلايا مخففة وأعدادها راح تكون أيضا مناسبة للزرع، بحيث أحصل على يعني عدد مناسب من المستعمرات أثناء زراعتها أو نقلها على البليتات. زين، هنا قلنا انه نضيفها بال يعني او نزرعها على البليت درجة 37 درجة لمدة 24 ساعة. هنا ايضا اكو عندنا كنترول نيجاتيف، احنا قلنا الكنترول بوزيتيف نستخدم البلازميد، الكنترول النيجاتيف انه نستخدم كومبيتنت سيل بدون دي ان اي، يعني بدون ما نضيف للمزيج دي ان اي اللي هو يحوي على يعني الفيكتور او يحوي على الماركر اللي احنا ممكن نستدل عن طريقه بنجاح العمليه. فهنا نيجاتيف كنترول بهالحاله انتم يعني اذا تلاحظون قلنا الا اذا كانت عمليه النقل او عمليه الترانسفورميشن بهالحاله راح تكون ناجحة في حالة نمو الخلايا البكتيرية المكتسبة للبلازمات بالترانسفورميشن، إذا نجحت العملية. أما إذا ما نجحت فبهالحالة ما راح تنمو هذه البكتيريا أو ما راح تنمو هذه الخلايا على الأوساط الصلبة طبعا. هنا بهالحالة هذه الخلايا اللي هي الكنترول النيجاتيف أنا راح أحضر لها وسط صلب طبعا ويحوي على الأنتيبايوتيك، لكن من أقوم بعملية ستريكينج أو الزرع وأحضنها لازم أخلي ببالي إنه الخلايا البكتيرية اللي بهذه التيوب هي أصلا حساسة لهذا المضاد، فبالتالي ما راح تنمو، إذا الطبق راح يكون عندي هنا بهالحالة خالي من أي نمو بكتيري، وإذا نمت معناها أكو عندي خلل لازم أعيد التجربة، معناها أنه هذه الخلايا مكتسبة لصفة المقاومة لهذا المضاد أو عندي contamination معين بهذه الخلايا فيجب أن أعيد التجربة. يعني الكنترول البوزيتيف والكنترول النيجاتيف هي للتأكد من سلامة التجربة من جميع النواحي، وأنه النتائج اللي أنا حصلت عليها نتائج مضبوطة وغير مغلوطة أو كاذبة. زين، هنا دا يوضح لنا هذا الحمام المائي وشلون نقوم بعملية الحضن لفترة قلنا 90 ثانية. نجي على الالكتروبوتنت سيلز ترانسفورميشن بروتوكول، احنا اخذنا الهيت شوك هسه ناخذ التثقيب الكهربائي. قبلها عندنا الكيوفيتس اللي هي الانابيب الخاصة بتعريض الخلايا للنبضات الكهربائية، هذه الكيوفيت على الأكثر تكون من الزجاج تكون مضلعة بحيث أنه تسمح بوضعها بجهاز اللي هو الالكتروبوريشن تشامبر. نقوم هنا بهالحالة بتبريدها قبل ما نضع بيها المزروع البكتيري وخليط الـ DNA بهذه الأثناء، يعني نحطها بالثلج، هذه الأثناء نقوم بأيضاً إذابة المزارع البكتيرية اللي احنا محضريها مسبقاً، طبعاً هذه قلنا الخلايا البكتيرية تكون هي competent لكن artificially بالطرق الكيميائية، هنا هي الإيكولال، ناخذ بعد ما تذوب ما يعادل 40 مايكروليتر من هذه الخلايا أو من هذه المزارع اللي قلنا السائلة ونضيفها للكيوفيت ونضيف الـ DNA solution اللي يعني الحجم يكون تقريباً 1 مايكروليتر من البلازما الـ DNA، وأيضاً هنا العملية الخلط راح تكون بشكل جانبي لأنه باعتبار هذا الكيوفيت راح يكون مفتوح مو يعني رجب بشكل عمودي، ونجفف الكيوفيت من الخارج بأي تشو حتى نمنع أي تسرب أو أي رطوبة ممكن أنه حصلت أثناء عملية الإضافة أو أثناء عملية المزج، باعتبار أنه إحنا راح نضعها في موقع يولد تيار كهربائي فقد يسبب لنا مشكلة.
insert the cuvette into the electroporation chamber. هنا العملية هسه بهالحالة هي اللي راح تكون موازية للهيت شوك، يعني هنا أنا راح أعرض الخلايا أو مقابل الهيت شوك، هنا راح أستعيض عن الهيت شوك بتعريض الخلايا لتيار كهربائي على شكل نبضات مسيطر عليها بفولتية تصل إلى 2.5 كيلو فولت بين يعني فترة والثانية. وبعدها هنا بهالحالة راح أيضا راح أحتاج إلى عملية تنشيط للخلايا، أيضا أستخدم الـ SOB بدون أنتيبايتك ما عادل 1 مل، أضيف 1 مل إلى الكيوبيت بعد ما يعني أخلص عملية الإلكتروبوريشن، باعتبار أيضا أنا عرضتها ستريس فتحتاج إلى تنشيط. وهنا عملية المزج راح تتم بالبايبيتنج، يعني بالمايكروبايبيت أرفع وأنزل السائل بالتبس إلى أن أتأكد من عملية الخلط لكن برفق أيضا، وأحضنها الكيوبيت نفسها بدرجة 37 لمدة 30 إلى 45 دقيقة، وأيضا بعدها أخذ 10 إلى 100 مايكروليتر من هذا المزيج وأزرع على اللوريا أجر طبعا الحاوي هنا بهالحالة على الأنتيبايتك وتحضن أوفر نايت بدرجة 37. هنا ممكن انه ياخذون بعد ما تظهر المستعمرات مستعمرات منفصله يحضرون طبعا اللوريا بروث هنا بدون انتيبايوتيك وياخذون سنجل كولوني ويزرعوها بهذا الوسط ايضا لعمليه التنشيط حتى يجرون عليها باقي التجارب. هنا حجم الوسط راح يكون 3 مل، وايضا يشوفون الخلايا الناتجه يا ترى هي الخلايا المطلوبه او خلايا ممكن تكون ملوثه او اكو خلل بالوسط او اكو خلل بالخلايا قد تكون هي اكتسبت ايضا مقاومه المضادات بشكل عرضي. هنا طبعا هذه كلها العمليه او الخطوات انا لحد الان ما اعرف انه طبعا الجين اللي انا اكتسبته او اللي انا دخلته ضمن الفيكتور هو ايضا داخل مع الفيكتور مرتبط بالفيكتور او لا، يجوز بس الفيكتور دخل بعمليه ترانسفورميشن. فهنا الكشف عن نمو الخلايا بهذه الحالة هو فقط لتأكيد حدوث الترانسفورميشن واكتساب الخلايا للفيكتور، يعني لحد هنا أنا ما أعرف إنه هذه الخلايا اكتسبت الجين المرغوب تكثيرة أو لا، فقط هي للتأكد من اكتسابها للفيكتور أو دخول الفيكتور وتضاعفها داخل الخلايا. زين، بعض العوامل اللي ممكن انه تأثر على نجاح الترانسفورميشن وعلى فعاليته او كفاءته، اولا الدي ان اي المستخدم لتفاعل الترانسفورميشن. هناك نقطتين تخص الدي ان اي، اولا الكونسنتريشن المستخدم للدي ان اي، هنا قلنا اي دي ان اي اي محلول دي ان اي نقوم بالتعامل معه سواء كان بلازميد او اي دي ان اي ثاني يجب ان تقاس التراكيز بشكل مضبوط، يعني نستخدم النانو دروب بحيث نقيس تركيز الدي ان اي بهذا المحلول حتى نعرف الاحجام المناسبه لكل خطوه او لكل عمليه. فمثلا عندنا البي يو سي 19 دي ان اي اللي ايضا يستخدم ككنترول ايضا يجب ان يحدد بشكل دقيق حتى نستخدم الكميات المناسبة من الـ DNA خلال تفاعل الترانسفورميشن. فهنا يقول إنه بالنسبة للـ DNA الـ efficient reaction راح يكون يعني مفضل أقل من 10 نانوغرام من الـ DNA، بالنسبة للـ BUC لا 0.1 نانوغرام كـ control. فإذا عندنا حدود معينة لكل
محلول، سواء كان لمحلول الدي ان اي يفضل يكون اقل من 10 نانو جرام، وبالنسبه لمحلول البي يو سي 19 اللي هو يعتبر كبوزيتيف كنترول ما يعادل 0.1 نانو جرام. هذا شنو؟ تركيز المسبق انه انا عندي محلول جاهز من هذا الدي ان اي او من هذا البلازميد واخذ من عنده، اكون على بينه انه هذا تركيزه او هذا الدي ان اي موجود بكذا تركيز ضمن هذا المحلول، حتى اعرف ايش قد اخذ من عنده او ايش قد اسحب من عنده كحجم، لانه قلنا كل التعامل راح يكون مع محاليل وليس مع مادة صليبة، باعتبار انه الدي ان اي جدا صغير الحجم فما ممكن التعامل معه بالحالة الصليبة. زين، نجي على النقطة الثانية ضمن الدي ان اي، هو شكل الدي ان اي or configuration of DNA or form of DNA. قلنا ممكن ان يكون بثلاث اشكال، قد يكون سوبر كويل، اوبن سيركولار، لينير. فهنا الاشكال ايضا تاثر على فعاليه او كفاءه الترانسفورميشن، فاكثر شكل ممكن انه يزيد من فعاليه او يكون كفوء بالانتقال او سريع بالانتقال او سهل بالانتقال هو السوبر كويل دي ان اي مقارنه باللينير او السنجل ستراند، يعني ايضا هو راح يكون لينير. فهنا بهالحال السنجل ستراند ممكن ايضا يكون يعني سيركولار، بس هنا على الاغلب راح يكون لينير. فالترانسفورميشن راح تكون كفاءته اقل، يعني قد تصل اقل من 1%. فهنا المفضل هو السوبر كويل. ليش؟ لانه احنا قلنا عمليه الترانسفورميشن بهالحاله هي دخول للدي ان اي من الوسط الموجوده بالخلايا البكتيريه الى داخل الخلايا عن طريق الثقوب. فهنا كل ما صغر الحجم، باعتبار انه السوبر كويل راح يكون مضغوط فحجمه صغير، راح يتمكن من الدخول اسهل مقارنه مع اللينير اللي راح تكون مساحته السطحيه اكبر. يعني تقريبا حاله مشابهه لحاله الالكتروفورسز، يعني الترحيل الكهربائي من قدنا، انه عمليه الهجره بين المسامات او ضمن مسامات الاجاروز ايضا راح تعتمد على شكل الدي ان اي. في السوبر كولد بهالحاله راح يكون اسرع، باعتبار انه امكانيه اختراقه لهذه البورز او المسامات راح تكون اسهل. هذا ايضا ينطبق عليه نفس الكلام. نجي هسه على النقطه الثانيه اللي هي الهيت شوك. الظروف المثلى للصدمه الحراريه هنا تعتمد على الكونتينر او على التيوب اللي راح تتم به التجربه. فاذا كان التيوب thin wall tubes، يعني مثل تيوبات البي سي ار اكيد انتم شايفيها اللي من الواحد ال 0.1 مل، تكون يعني رقيقه الجدار او تكون ناحفه الجدار، تحتاج مثلا 42 الى 45 سكند، يعني أنا أحضنها بدرجة 42 لمدة 45 سكند. أما إذا كانت التيوبز مثل المايكروفيوج اللي هي يعني الأبينروف تيوب العادية، واللي أو تكون أيضا جدرانها تكون سميكة، فهنا الفترة راح تكون أطول لكن درجة الحرارة أقل، بمعنى أنه أستخدم 37 درجة لمدة 60 ثانية. الدرجة الحرارة المفضلة هي 37 درجة مدة 60 ثانية. فهنا أيضا تعتمد على التيوب اللي أنا راح أستخدمها به التجربة. النقطة الثالثة أو العامل الثالث هي الفترة الزمنية أو الوقت المستغرق ما بين إجراء عملية الترانسفورميشن إلى الزرع، يعني عملية الحضن والنقل من الآيس باث أو من الحمام الثلجي، بعد ما نقوم بعملية الإلكتروبوريشن أو الهيت شوك وبعدها ننقلها إلى الوسط الزرعي للتنشيط والحضن ونقلها على البليتينج. هذه الفترة الزمنية ممكن أنه يعني تأثر تأثير كبير على فعالية الترانسفورميشن، فممكن انه كل ما ازداد الوقت
ما بين الترانسفورميشن والزرع كل ما تقل الكفاءه والعكس صحيح. وايضا هذا يعتمد على السترينز اللي احنا نستخدمها بالترانسفورميشن وايضا البلازميد المستخدم. فبهالحاله نحاول قدر الامكان انه نقلل من هذه الفتره، او ممكن تكون فتره معقوله حسب نوع السترين وحسب نوع البلازميد. زين، المايكروبيال ميديوم المستخدمه هنا تستخدم للتنشيط بعد تعرض الخلايا للستريس، وايضا للزرع حتى نتحرى عن نجاح الترانسفورميشن بوجود الانتيبايوتيك. فعندنا اول واحد هو السوبر اوبتيمال بروث او الاس او بي ريتش ميديوم، هو عباره عن ميديوم غني بالمواد الغذائيه اللي يكون جدا مناسب لعملية الترانسفورميشن ويزيد من كفاءة الترانسفورميشن بمستوى الضعف مقارنة باللوريا بروث ميديا. طبعا هنا يستخدموه فقط للتنشيط، يعني إذا تلاحظون على الأغلب يستخدموه للتنشيط بعد تعريض الخلايا للصدمة سواء كانت الكهربائية أو التثقيب الكهربائي أو الصدمة الحرارية. لكن من يزرعون الخلايا بالأطباق للتحري عنها، يعني بعد ما ينشطوها، يستخدمون اللوري أجر الحاوي على الأنتي بايوتيك. إذن هو فقط للإنريتشمنت ميديا. ممكن يستخدمون اللوريا كوسط للتنشيط، لكن هذا المفضل أكثر من عنده. زين، السلكتيف بليت، السلكتيف بليت اللي قلنا حاوي على الانتيبايوتيك، طبعا احيانا تكون محضره تجاريا، يعني مو محضريها بالمختبر، وهي اللي تكون يعني مفضله اكثر باعتبار انه نسبه المضاد او انه نسبه الوسط تكون بهالحاله مسيطر عليها او مضبوطه. لكن يجب الاخذ بنظر الاعتبار انه طريقه الزرع أو آلية الزرع لها تأثير أيضاً على النتائج حتى لو كانت الأوساط مضبوطة التحضير. بمعنى أنه من ناخذ حجم كبير مثلاً من المزرعة البكتيرية المنشطة بعد ما كملنا الهيت شوك أو الإلكتروبوريشن مثل ما قلنا هنا اللي محونا بالأس أو بي، بهالحالة إذا أخذنا كمية كبيرة فممكن انه تظهر لنا اعداد كبيره من المستعمرات، ممكن انه تظهر لنا الساتلايت كولونيز. الساتلايت هنا هي عباره عن مستعمرات تابعه للمستعمرات الاصليه، تعتمد على المستعمرات الاصليه بالنمو، وهي اصلا يعني ما متعرضه للترانسفورميشن او ما حدث بها ترانسفورميشن. فبالتالي ممكن ان نقوم بعدها عن طريق الخطأ وتأثر على الحسابات اللي ممكن نجريها لكفاءة الترانسفورميشن. ايضا الستريكينج للسلكتيف بليت ممكن انه يكون له تأثير، فبالتالي طريقة الستريكينج يجب ان تكون طريقة بروفيشنال حتى نحصل على احسن الكولونيز وايضا على يعني مستعمرات واضحه ممكن عدها وممكن عزلها. زين، الفريز اند ثاوينج اوف سيلز، هنا عمليه التجميد والاذابه للخلايا. احنا مو قلنا بالبدايه انه الخلايا تكون ايضا محضره مسبقا ومجمده؟ هنا يفضل انه الخلايا تكون بتيوبات منفصله، يعني ستوكات منفصله، مو كلها بتيوب واحد اجي اني اخزنها بالفريز واجي ارجع استخرجها واذوبها واخذ من عندها وارد ارجعها. هذه كلها تاثر على فعاليه الترانسفورميشن او قابليتها على الترانسفورميشن، ممكن انه تقللها حد الضعف اقل مما لو كانت عمليه الاذابه لمره واحده. فبالتالي نحاول قدر الامكان نوزع هذه المزارع البكتيريا للخلايا الكفؤه على تيوبات متعدده، بحيث اني اذا احتاجيت انه اجري تجربه اخذ واحد من التيوبات اذوبه استخدمه، ما احتاج ارجع انه اجمده باعتبار انه انا عندي خزين بتيوبات ثانيه، وبنفس الوقت احافظ على الفعاليه اللي تتمتع بها الخلايا الكفوه. طبعا ايضا بالنسبه للبليتنج،
همين انه نحافظ على سطح البليت بحيث ما يكون رطب، حتى اثناء الزرع احنا يعني حتى بالطريقه الاعتياديه انه نحاول قدر الامكان نجفف سطح البليتات ما يحصل بها اي بخار او اي تثييف، حتى من نجي نزرع لا تنتشر المستعمرات ويكون النمو منتشر ورطب، وما ممكن حتى انه نميز بينه وبين اي كونتامينيشن ممكن يعني يظهر او ينمو مع المستعمرات او مع الخلايا المطلوبه او المرغوبه. فبالتالي يجب ان تكون هذه الاطباق جافه السطح وايضا محافظ عليها من الكونتامينيشن اللي قد ياثر على التجربه. زين هسه طلاب شنو عندكم سؤال؟ بس سمعوني خلصت المختبر واضحه ماكو اي سؤال ماشي يعني زين.